حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال: أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم. فانها ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا هي خارجه